أقامت مدرسة الدكتورة عصمت السعيد لتدريس اللغة العربية حفلاً بمناسبة نهاية العام الدراسي، وذلك تحت رعاية الجمعية العربية الدولية. بدأ الحفل بكلمة ألقتها السيدة نضال علي مديرة المدرسة. حضرات أولياء أمور الطلبة، عزيزات المدرسات والمساعدات، أعزائي الطلبة، نرحب بكم اليوم في حفلنا السنوي، وأقدم لكم كل التحية والتقدير، وكلنا فخرا أننا معا هذا اليوم في هذه الاحتفالية الرائعة. كلنا أمل أن يحقق هذا الاحتفال نجاحا وذكرى تبقى في قلوبكم وقلوب تلاميذنا الأعزاء، وأن يحوز على إعجابكم ورضاكم. وبهذه المناسبة السعيدة أود أن أستغل الفرصة لكي أعبر عن فخري وامتناني لأولياء أمور طلبتنا الأعزاء الذين دعموا أبنائهم في رحلتهم التعليمية وسعوا جاهدين لتوفير بيئة مناسبة لتعليمهم. إن تعاونكم معنا كان أمراً حاسماً في نجاح أبنائكم. كما أود أن أشكر عضوات الهيئة التدريسية من مدرسات ومساعدات اللواتي بذلن قصارى جهودهن من أجل تعليم وتدريس طلابنا وطالباتنا لغتهم الأم اللغة العربية. هذا الراوي الثاني الكرام، إنه في عام 1988 تم افتتاح مدرسة الدكتورة عصمت السعيد. ماذا يميز الطلاب الدكتورة عصمت السعيد عن غيره؟ لديهم العزيمة والاجتهاد والمعرفة، فهم كذلك عظيم، فليساعدونا بفك اللغة. تقاليد بلادنا لا يستطيع الزمن تحويلها. هل يمكنكم حل هذا النقص؟ لماذا كل هذه الإصرار؟ إنها مجرد كتب. أكون هناك في نفس الساعة حتى هذا الوقت. جميلة مليحة، لغتي الفصحى ما أرواها، لغتي الفصحى ما أرواها، موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك، والحياة والنجاة والحياة والرجاء في هواك في هواك. لا 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 لا
عصمة السعيد، كلهم لديهم الإرادة والعزيمة لتحقيق أحلامهم. هنوا وصففوا لطلابنا، فهم يستحقون منا كل التقدير. نتمنى لكم أخرى صيفية سعيدة، آمنين لقاءكم في سبتمبر القادم.